فيديو النهارده علي ياسمير النادي الاهلي في رحله البحث عن دوري ابطال افريقيا. باذن الله النهارده عندنا نصف النهائي وان شاء الله النهائي وهندمر الدنيا في الدوري المصري. النهارده رجاله الحلقه الاخيره من سلسله الدوري المصري في بيس 2021. قبل ما نبدا حطوا لايك او اشتركوا في القناه، عايزين نوصل الفيديو ده اكتر من 150 لايك لعيون الحلقه الاخيره يا شباب في السلسله. كانت سلسله اسطوريه جدا واستمتعت بيها جدا. اوكي يا رجاله يلا بينا على طول. بنسبه كبيره الحلقه النهارده هتبقى دسمه شويه، فعندنا غزل المحله في المركز الثامن، انا ملها سكيب، هنعمل سكيبات كتيره النهارده، وعندنا فاركو هنلعبها ان شاء الله، وعندنا الوفاق هنلعب باذن الله مباراه الذهاب، وهنشوف مباراه الاياب برده ايه وضعها، ام هنعملها سكيب، بعد كده سموحه في المركز الثاني هنلعبها اكيد، الوفاق المباراه الثانيه مش عارف الصراحه هنلعبها ولا ايه، هنشوف يعني، المقاولون هنعملها سكيب، الاسماعيلي ممكن نلعبها ان شاء الله، وبعد كده النهائي عندنا ذهاب واياب النهائي، عندك هنا البنك، اغلب الماتشات هنعملها سكيب الصراحه، ممكن الحلقه دي هتبقى دسمه شويه، هتبقى دسمه كتير، فجهز كوبايه القهوه بتاعتك ولا كوبايه الشاي ونستمتع سوا. عندك غزل المحله، خلينا نعمل سكيب ونشوف هنعمل ايه. طبيعي 1-0 النادي الاهلي كده كده عظيم يعني. بص هو الدوري كده كده بنسبه كبيره حسمناه، احنا 60 نقطه وحرس الحدود 46 نقطه، فبعيد جدا فرق 14 نقطه، واحنا مستحيل نخسر كل ده، فالدوري المصري بنسبه كبيره جدا احنا حسمنا الدنيا فيه. لكن هنخش برده ايه نسخن كده، فاهمني؟ مباراه فاركو دي هنخش نسخن، هم في المركز الرابع بعيد جدا عننا، لكن هنخش برده زي ما قلت لكم نسخن علشان اللقاء الجاي يبقى فايقين ومصحصحين وايه ومشطشطين كده. اوكي يا رجاله يلا دخلنا على طول ارضيه الملعب، يلا بسم الله على ملعب القاهره الدوري. يلا كريستيانو رونالدو قائد فرقتنا، رونالدو يلا ضربه البدايه باذن الله نكسب. يا ترى هنكسب كام؟ 3 ولا 4؟ اتوقع 5. بص سعود عبد الحميد، حلوه يا سعود يلا كريستيانو، اوسيمين يلا الاول اوسيمين بيضيع، اوسيمين ميسي لسه خطيره ليو النصيري، عدت ازاي دي لكن مش مهم، الجول الاول يوسف النصيري والهدف الاول. قلت لكم عايزين نكسب كام؟ 5 ولا 4؟ هو النصيري بيسجل الاول على طول، النصيري يوسف عالمي والله يوسف، اوسيمين التاني اوسيمين. يا جدعان ايه الثرو ده وايه السرعه اللي عند اوسيمين دي؟ حرفيا ده اسرع لاعب موجود في اللعب على فكره. بص خارق سرعته قويه جدا، اوسيمين بيلعب على طول بوم في الشباك يا حبيبي. والتسديده دي يوسف النصيري، كريستيانو ليوسف، العب لكريستيانو تاني، والله جات له حط النصيري، مشيت معايا يوسف بيجلد، ايه مشيت معايا بس بيجلد يا باشا، على طول يوسف النصيري بيسجل الهدف. يا سلام دربكه بندفاع فاركو، مفيش دوري اصلا. يلا ميسي بيبدل عند كريستيانو رونالدو سوليا العب له كريستيانو، والله رونالدو والرابع يا التورنادو. يلا يا ابني كريستيانو عالمي، قلت لكم عايزين 4 ولا 5 ولا كام؟ شوف السوليا، يا سلام على الاسيست وكريستيانو الخريطة حطها في الشباك. يوسف النصيري، اوسيمين مروان عطية بيروح، مروان عطية للنصيري، رامي صبري بيشيل، اوسيمين لسه خطيرة، روح يا دود، ودي يا دود، الخامس يا دود 5. يا سلام عليكم والله، هجوم فتاك يا جدعان. الأربعة باصوا، ميسي باص لأوسيمين، أوسيمين بيباص للنصيري، والنصيري بيباص لكريستيانو، جول. حلوة هاني، 5-0 يا شباب، اكتساح حرفيًا، والزمالك بيخسر من المصري 3-1، خلاص يا شباب حسم يعني بنسبة كبيرة، 16 نقطة فرق بيني وبين المركز الثاني، فخلاص. حان الآن موعد دوري أبطال أفريقيا، نعمل سكيب لمباراة الذهاب، بما إن النهائي فيه ذهاب وإياب، فنعمل سكيب للقاء ده، تخطي على طول، خلينا نشوف هنعمل إيه. 5-0، خمسة تانية في دوري الابطال، خماسيه في الدوري وخماسيه في دوري الابطال، خلاص مش محتاج العب مباراه العوده اصلا يعني، مش محتاج العبها. 5-0 الفريق بيكسب 5-0 وبيأهلنا للنهائي، خلاص رسميا للنهائي، بنكسب امام انبي 3-1 برده في الدوري. مين قدنا يا جدعان مين قدنا؟ وسموحه يعني بتطلع برده المركز الثاني، فنايس، ممكن نلعب والله مباراه سموحه، بعد كده نلعب بقى نهائي دوري ابطال افريقيا على طول. سموحه في المركز الثاني هنلعبها عشان هم في المركز الثاني،
تاني بس مش اكتر عشان نبعدهم خالص بقى, نبعد خالص عن الحوار ده. بصوا بيني وبينكم الفريق برضو تقيل قوي الصراحه, الفريق تقيل جدا, صفقات اسطوريه حرفيا, كريستيانو وميسي واوسيمين وسعود عبد الحميد والدفاع. لا انا حاسس ان انا بلغت شويه بس الصراحه الفريق يستاهل, الفريق يستاهل. عايزين نضمن يا جدع دوري ابطال افريقيا يا جدع والبطولات يا جدع, لان الزمالك بينهي في المركز العاشر فانا مش لاقي منافس الصراحه خالص. يلا يا كريستيانو, كريستيانو لنصيري, اوسيمين اوسيمين اوسيمين, ايه اوسيمين هربت يا اوسيمين. اوكي لو كسبنا اللقاء ده المعلق بيقول لو كسبنا اللقاء ده هنكسب اللقب خلاص. شيلهاني والله سموحة بيهدف الاول على طول, حلو حلو حلو. احمد مصطفى بيسجل الهدف الاول على الهادي على الهادي على الهادي, هم احسن هم احسن هم احسن على الهادي. يلا يا اوسيمين, يلا يا اوسيمين, دمر فرحتهم دمر فرحتهم دمر فرحتهم على طول, ردوا وسعكم ردوا وسعكم. كريستيانو بسلو عالمي اسطوري بيروح لوسيمان بينهي خلاص. انسوا انسوا الهجوم ده يا جدعان, فتاك الهجوم ده حرفيا فتاك فتاك فتاك. يعني شوف النصير يلعب كريستيانو ورونالدو, يا ولد يا ولد يا ولد بالمقاس, بتيجي لوسيمان بوم على الطاير بيحطها في الشباك. لا 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 التاني سموحة والهدف التاني, سموحة بيولع الدنيا. زياد طارق ايوه هي دي المنافسة يا جدع, ايوه انا عايز المنافسة زي دي. زياد طارق بيعمل مهارة حلوة الصراحة, بدربل ب 1 2 بيسحب الدفاع غلطة الدفاع. جول حلو جول حلو, عايزين نرد رد سريع, طالما معاك اوسيمين هترد رد سريع, طالما معاك اوسيمين هترد رد سريع. النصيري ايه انا غلطان اقسم بالله, انا ما بصيتش ما شطتش اسمه ايه اوسيمين, ما شطتش باوسيمين بدر. يا جدعان شيلوا يا جدعان, يا ولد يا هاني والله عالمي يا ابني اسد, يلا والله اسد يا هاني اسد يا هاني. بص السرعه بص السرعه, روح كريستيانو رونالدو رونالدو افتح لي يا رونالدو. لا يا هاني هي مش راضيه تمشي معانا. بن شرقي اوسيمين ارزع, طيب اي حاجة ارزع اي حاجة يا راجل. شكلها هزيمة شكلها هزيمة الصراحة, وسموحة مقفلين علينا تقفيل صح الصح الصراحة. يلا يا بدر من شرقي روح, ارزع بقى ارزع يا تورنادو, يا عالمي يا عالمي يا تورنادو في الوقت الحاسم, الوقت الحاسم بتلاقي الحاسم كريستيانو رونالدو رونالدو رونالدو. انا مشترك عشان كده اسعد يا بدر عالمي والله يا بدر. اوسيمين التالت التالت يا اوسيمين, اخر هجمه اخر هجمه اخر هجمه, ارزع والتالي. جنون 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 الاهلي, جنون جنون الاهلي, فنون الاهلي. لا 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 هيصفر ويعلن فوز النادي الاهلي بالدوري المصري, هدف بسيناريو نهائي حرفيا, سيناريو الفوز بالدوري المصري والدرع المصرية يا شباب على حساب سموحة بريمونتادا في اواخر خمس دقايق, اخر خمس دقايق ريمونتادا على طول. كريستيانو بيرجعنا في اللقاء التعادل واوسيمين بيسجل الفوز, والمدرب اللي هو انا طبعا اللي خليت الدوري يرجع للنادي الاهلي ونكسب بيه, ويتفنن وكريستيانو يرفع الدوري يا شباب يا شباب. الدوري المصري يعود للنادي الاهلي, يا الله عليك يا رونالدو. التورنادو بيرفع الكاس وبيحتفلوا بالبطوله, هي 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 الغاليه هي. بصوا كريستيانو كريستيانو رفع الدوري المصري, يعني حاجه غريبه عمرك ما تتخيلها اصلا يعني, بس بتحصل. مباراه العوده في دوري ابطال افريقيا اظن انها اريح بقى اللعيبه صح ولا ايه؟ مباراه احنا خلصناها خمسه فاهم. بص كريستيانو وميسي بيحتفلوا سوا, يا 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 على التخيلات. يلا اعمل سكيب على طول
8 مجموع المباراتين، 8 في مجموع المباراتين الذهاب والاياب. اوكي هنلعب امام الرجاء يا شباب، هنلعب امام الرجاء. يلا بينا يا شباب، نفس التشكيله الاساسيه بتاعتنا، يلا بينا ليتس جو على طول في امام نادي الرجاء في نهائي دوري ابطال افريقيا. لكن مباراه الذهاب لسه، في مباراه عوده كمان. اهو 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 الكاس، اهو الكاس اهو. بس احنا مش هناخد الكاس الماتش ده، هناخد الماتش الجاي المفروض، لكن الكاس موجود زي ما انتم شايفين. نهائي دوري ابطال افريقيا يا شباب. حلو، يلا 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 اوسيمين، يلا البدايه البدايه البدايه. اوسيمين 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 يرزع جول. يا الله يا روعة الجول، يا روعة الجول، يا روعة الجول. الهدف الاول على طول، خلاص خلاص. عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ الهدف الاول. اوسيمين بهجمة واحدة بس، اول هجمة لينا، اول هجمة لينا. هجوم فتاك، هجوم فتاك. شوف الانهاء، يا الله، بتيجي في العارضة وبتدخل في الشباك. شيل يا مروان يا عطية عالمي. الحمد لله الحمد لله، التعادل كان هيجي دلوقتي لكن راحت خلاص. يلا ليو، ليونيل ميسي، ليو 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 ليو. يا الله لو كانت تيجي، يا الله لو كانت تيجي. يا ليو يا ولد يا ولد يا بدر. مروان عطية، اوسيمين، النصيري اشتغل شوية، اشتغل شوية يا النصيري. لا 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 لا، وحشة وحشة منك اوي. جول جول يا ولد يا شناوي. كارت احمر ليه؟ ليه كارت احمر ليه؟ اتطرد ليه السلية؟ كان عليك انذار يا سلية الكلب. اتطرد مننا السلية يا جدعان. انا مش فارقة، هنكسب برضو، مش فارقة مش فارقة مش فارقة. ارزع ميسي ار2، ارزع ار2. يا الله يا الله يا ليو، قلت لكم الجبهه بتاعت ميسي واوسيمين شغاله 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 شغاله. يا ميسي ار2 من عالم تاني، من وحي الخيال، بتخبط في العارضه وبتدخل في الشباك. يا الله عليك يا الله عليك. شوف اوسيمين اوسيمين، نصير بيرجع له تاني، وبوم بوم بوم في العارضه زي اوسيمين في العارضه وبتدخل في الشباك. لا شناوي وجول 2-1 للرجاء، بيديلهم امل لمباراة العودة. ماشي، مدكور بيسجل الهدف الاول لنادي الرجاء. 2-1 ينتهي اللقاء، اللقاء الاول ذهاب ب 2-1 لنا بنك الاهلي. نعمل لها سكيب ان شاء الله، يعني كده كده فوز 1-0 نايس. خلينا نخش ونشوف الكلام هيبقى على ايه يا جدعان. اوكي، ايه الارهاق ده؟ ارهاق كتير قوي. لا 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 لا، تريحتكم، انا اسف والله، انا اللي اسف ليكم. يلا يا جدعان، الاياب النهائي مباراة العودة يا شباب، دوري ابطال افريقيا زي ما انتم شايفين قدامنا. يلا هاني، حلوة هاني، كريستيانو، ميسي، اوسيمين، تورنادو، اوسيمين تاني، اوسيمين. يلا 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 بس، يلا بس يا اوسيمين. افضل مهاجم على فكرة عندنا، افضل مهاجم هو اوسيمين. يا سلام عليك، عالمي عالمي عالمي. شوف شوف الباص، وكريستيانو بيباص له تاني، قال له روح يا ابني روح، حطها بشماله في الزاوية. جول. صعب 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 تكسب الاهلي، صعب تكسب الاهلي يا جدعان، صعب. يعني خلينا واقعيين، صعب تكسب الاهلي الموسم ده. اوكي والله تعادل، جابوا جابوا تعادل بس 3-2. ماشي ماشي، حلو حلو. لا 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 3-3-2-1 للرجاء. والله ولعوا الدنيا. ايه ده ايه ده ايه ده، مفيش مفيش رقابه كده. ويا شوبير ما تصد يا شوبير، اللعيبه مرهقه، اللعيبه مرهقه يا جدعان، اللعيبه مرهقه يا جدعان. لا والله اللعيبه مرهقه يا جدعان. يا الله يا دول، لا ارفع. لا يا كريستيانو انت ضربتها يا اسطى. ميرسي 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 ده ميرسي ده ميرسي ده ميرسي ده، والتعادل ميرسي ده، والتعادل ميرسي ده، والتعادل. مش هنخسر مش هنخسر يا ميرسي ميرسي ده. او تخصص دوري ابطال افريقيا، تخصص دوري ابطال افريقيا ميرسي ده. مش هنخسر مش هنخسر مش هنخسر مش هنخسر. لا يا شوبير، اوه لا
كسبنا 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 كسبنا. انا كنت عارف ان انا هنكسب، انا كنت مفكر اتعادل. لا 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 كسبنا يا شباب بافضليه الملعب الملعب عشان جبنا هدفين على ملعبهم. يس يا اهلي والله حرفيا مباراه اعصاب، مباراه صعبه جدا، مباراه صعبه جدا جدا جدا. بشكل انفس قدرنا نخطف الفوز والفوز والتأهل ايه والبطوله، كسبنا البطوله بفضل مين؟ بفضل بيرسيتاو اللي كان مولعها في اول الحلقات خالص. لو تفتكروا كان مبدع في دوري ابطال افريقيا وبينزل بيسجل لك الهدف على طول. وارفع يا كريستيانو ارفع، احنا ابطال دوري ابطال افريقيا. ايه البتاع ده بسد علينا؟ طيب البورد دي ماشي، ما علينا. دوري ابطال افريقيا يا شباب، كريستيانو ماسك الهواء بايده. الله الله الله، عاش يا رجال عاش والله، عاش عاش عاش. الحمد لله نكسب دوري ابطال افريقيا وبنكسب الدوري المصري، قدرنا نعملها وكسبنا لقاء البطولتين والحمد لله انتصرنا الحمد لله. شكرا لكم جدا يا شباب حرفيا على السلسله الاسطوريه واللايكات والدعم بتاعكم. طبعا في كام مباراه كده هنعمل لهم سكيب كده كده مش عايزينهم. ده افضل فريق في الموسم، اوسيمين والنصيري والمدافع بتاعنا. ايه ده؟ لا كنت توقعت في ناس اكتر من كده. اوكي احنا عندنا كاس العالم للانديه، عندنا كاس العالم للانديه بس مش عارف بقى نلعبه ده ولا ايه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو عايزين حلقه. عندنا نصف النهائي امام بوكا جونيورز، لو عايزين نلعب يا شباب دوري اسمه ايه كاس العالم للانديه ممكن نعمل حلقه صغيره كده على مباراه نصف النهائي والنهائي. هداف البطوله خدها يوسف النصيري ب 18 جول، واوسيمين بعديه على طول ب 13 جول. ميسي وكريستيانو، لا ميسي ومودست، مودست 11 ميسي 9. ايه ده كريستيانو غريبه، كريستيانو 6 هو واليو ديانج. افضل لاعب في الموسم هو اوسيمين، الهداف النصيري، احسن ممرر احمد فؤاد، وطبعا انا احسن مدير فني. دوري ابطال افريقيا تصنيف الهدافين بيرسيتاو ب 11 جول وكريستيانو وميسي 4 و4. بس يا رجاله اتمنى تكون السلسله عجبتكم واستمتعتوا بيها. زر اللايك واشترك، نوصل 100 لايك او 150 لايك لعيون نهايه السلسله. مع السلامه يا رجاله.